كل بعض من الناس لا يؤمن بالله عز وجل أو لا يؤمن بالأنبياء أو لا يؤمن بأحد أصول الدين. فإذا كان لا يؤمن بالمعاد هذا يخاف من الموت. لماذا؟ لأنه يعتقد أن حياته هي الدنيا فقط بس، بعد ما في شيء ورا الدنيا. فإذا مات ماكو شيء، كل شيء انتهى. فمن مصلحته أن يبقى في الدنيا. هذا المثال الأول، السبب الأول. أيضا من الأسباب الأخرى إلى كره الموت والفرار من الموت قلة الحسنات وكثرة السيئات. إنسان إذا هنا كفته، طبعا عنده إيمان بالله وعنده إيمان بالأنبياء، عنده إيمان بوجود معاد وحساب وجنة ونار، لكن مقصر في جانب الحسنات مكثر في السيئات، هذا يخاف من الموت. ليش؟ لأن بعد إذا جاء الموت خلص الكتاب، ما يقدر يعمل شيء ولا يضيف شيء في حسناته وراح يتعاسر. سأل رجل أبا ذر رضوان الله عليه، قال له يا أبا ذر ما لنا نكره الموت؟ فقال لأنكم عمرتم الدنيا خربتم الآخرة وتخافون أن تنقلوا من عمران إلى آخر. واحد قاعد في قصر تقول ليه تعال بقعد في خرابة؟ ما يقبل. لذلك هذا بالنسبة إلى المقصر. لكن الإنسان المؤمن اللي حاسب نفسه، اللي في اليوم يحاسب نفسه، مو في اليوم يحاسب نفسه في اليومين أو في الأسبوع، ينظر إلى أعماله ماذا صنع، يشوف الكفة متوازنة أو لا، يشوف رجحان في الحسنات أو لا رجحان في السيئات. هذا الإنسان اللي حاسب نفسه، وإذا شاف نفسه مسيء أو كفة السيئات راجحة يعمد إلى أن ينزلها ويرفع حسنات. هذا ما يخاف من الموت أبدا، لأن خلي عنده استعداد. أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يخاف من الموت التعلق بالدنيا. الإنسان اللي يتعلق بالدنيا ما يريد يطلع منها حتى لو كان مؤمن بالآخرة. ليش؟ شوف، الله أراد أن يكون الإنسان أميرا لا أسيرا. لأن في فرق بين الأمير السيد والأسير. الأمير يأمر وينهى، والأسير شنو؟ العبد. يأمرون وينهون، يقول لا تسوي افعل، لكن الأمير يقول هو اللي يقول افعل ولا تفعل. الإنسان أراده الله أن يكون في الدنيا أميرا، لكن يشوف بعض الناس يكون أسير. أسير إلى ماذا؟ أسير مثلا إلى أموال، أسير إلى كرسي، إلى منصب. إنزين، إذا الإنسان صار أسير إلى المال يأخذ الأوامر من هذا المال. فمثلا حب إلى المال يقول ليه غش، سوي الشيء الفلاني، اخداع، زيد ثروتك، لا تنفق، لا تعطي، هذا ما يحتاج، إذا أعطيت بتقل أموالك ترى بصير فقير. يأخذ الأوامر من أمواله. هم صاحب اللي يحب الجاه وغيره بعد نفس الشيء، ياخذ الاوامر من الكرسي من المنصب، يقول ليه سقط فلان، فلانك وطالع يسوي اعمال خيريه مثلا، لا هذا يبى يطلع، لا طلع عليه ايش عليه. وهكذا فالانسان اللي يتعلق بهذه الامور يكون اسير ولا يحب الموت. ابين لك شاهد في المجال الايجابي وشاهد في المجال السلبي. في الايجابي، جاء رجل فقير الى امير المؤمنين سلام الله عليه، فقال أمير المؤمنين إلى خازن بيت المال يا أبا رافع أعطه ألفا. راح أبو رافع ويا هذا الفقير، في الطريق تذكر، قال تعال، قال يعطى ألف. ألف شو؟ ألف ذهب له، ألف درهم له دينار. رجع قال له أبا الحسن أمرتني أن أعطه ألفا، فأي ألف؟ ألف دينار أم ألف درهم من فضة؟ قال كلاهما في عيني حجر، أعطه أيهما أنفع لي. اللي شوف أنفع له، ما يفرق عن علي بن أبي طالب. مثال أوضح، واحد من الأنصار يجي إلى النبي، قال له يا رسول الله ما لي أكره الموت؟ قال له ألك مال؟ عندك أموال؟ قال بلى يا رسول الله. قال قدم مالك، أنفق، سو أعمال صالحة، أنفق، قدم مالك، فإن قلب الرجل مع ماله، فإن قدمه أحب أن يلحقه، وإن خلفه أحب أن يتخلف معه. تعال إلى مثال في الجانب السلبي. حسين سلام الله عليه لما رأى اشتداد العسكر والأمر عليه، أرسل إلى عمر بن سعد ليلتقيه،
فالتقيا حتى تناجيا ساعة منفردين عن العسكر. فقال له الحسين: يا ابن سعد، أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ أراك تقاتلني وتريد قتلي وأنا ابن عم من علمت دون هؤلاء القوم؟ تعرفني؟ ابن سعد يعرف الحسين. فكن معي فإنه أقرب لك إلى الله. فقال: يا أبا عبد الله، أخاف أن تهدم داري. عند تعلق تعلق ولا أخاف أن تهدم داري؟ قال له: أنا أبني لك دارا خيرا من داري. قال: يا أبا عبد الله، أخاف أن تأخذ ضياعي بالسواد، عند أراضي زراعية عندي ضياع، أخاف أن تأخذ أراضي ضياعي بالسواد. قال: أنا أعطيك بدلها البغيبغة، أرض كبيرة في الحجاز، عرض علي معاوية فيها 1000 دينار من ذهب فلم أبعها إليه، أنا أعطيك إياها. فأبى عمر بن سعد. ليش؟ لأنه مو بس القضية أموال، مو أسير إلى أموال، أسير إلى منصب بعد. له أترككم الكراي، فيها أمر فيها نهي. فولى عنه الحسين غاضبا وقال: صلت الله عليك من يذبحك على فراشك عاجلا. إذا شوف شي يسوي حب المال، حب المنصب، الأسر إلى الدنيا، يجعل الإنسان يقدم على الجرائم، على الذنوب، على الأخطاء. هذا ابن سعد أقدم على تلك الجريمة العظيمة وهي قتل الحسين. ايش سوى بعد؟ ياخذ الأوامر من المال، إذا ما تنفذ ما نعطيك ملك الري، اسبي نساء الحسين، رض جسد الحسين، وكل سوى ابن سعد. وليش ذنب النساء؟ نساء جالسات بالخيمة، إذا مسلم عنده حمية ما يتعرض إلى امرأة. والحسين من غيرة أغلق أزر الخيمة على النساء، وإذا بابن سعد ينادي ذلك النداء: أحرقوا بيوت الظالمين. بينما زينب في الخيمة، هنا يتيمة تبكي، هنا طفل متعلق ينادي عطشان يا عم، هذه امرأة تبكي لما جرى عليهم. وإذا ترى بها النار تستعر في الخيمة، خيمة مغلقة، شو تسوي زينب وعدها أيتام، عدها نساء؟ أخذت تخرجهن من الخيمة واحدة واحدة، هي الدار من جهة النار وهي تخاف على الأطفال. ما إن خرجت من الخيمة وإذا بها ترى هجمة الخيل والرجال على المخيم. إلى أين تتجه زينب؟ نظرت لا حسين ولا عباس، اتجهت جلست في خيمة العليل زين العابدين. كان الإمام ذاك اليوم مريض يغشى عليه ويفيض، فإذا أفاق وجد زينب، إذا أفاق وجد الحسين، وجد العباس، ما حد يدخل على الإمام، هذا مريض. أفاق من غشوته وإذا به يسمع بكاء وضجيج، الخيمة مملوءة بالأطفال والنساء. أخذ يدير عينه، منظر غريب على الإمام، ماذا جرى؟ فتح عيون وصاح بالذل والهضيمة وعاين النار مسعرة ولا بقت خيمة، ويما الوديعة بكل يتيم وكل يتيمة، والحرم منهوبة وعليها هجمة وغاد. عم زينب، أين أبي الحسين؟ أين عمي العباس؟ لا يدركونكم، وين العشيرة؟ وين أبو فاضل الضرغة؟ ما يدركون النار مشبوبة بالخيام، والناول قوم نهبت كل ثقلنا وداسة أيتام، وزينب تقل له يا بقية بيت الأمجاد. دع
تقعد يا علتها الوجود وفتح العين عندك تراه تلملمت كل النساوين هجمت علينا الخيل اللي نلتجي وين واللي ننخيهم عرايه فوق لوهان. قال يا عم عليكن بالفرار على وجوهكن في البيداء. خرجت زينب والنساء وإذا بالسياط تتلوى على متون النساء. قالها يا عم بهالفضاء فري بالأطفال مقدر 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 على النهضة يا عم ولا لك رجال. والنار ما بقت لكم خيمة ولا مال فري يا عم بهالفضاء بي الألم زاد. تجهت زينب وقفت على التل نادت حبيبي حسين نور عيني حسين إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين قدر نهتك وانت غياث المستغيثين. عجل ادركنا لايها تكون النساوين لما نسمع ظليت قلب فوق لوعر. قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من البواج تذوبيني ردي سكينة لا يذوبها ونيني لا تكثري عتبيش ولا تجيني بالأخمار. لا تكثري عتبيش وانا جثة بلا راس راسي قبالك والجسد بالخيل يندار روح الشريعة بلكت تشوفين عبا يقدر على النهضة وسل سيفه البتة. صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة لأن الندى ردي ترى جفوفي قطيعة للخيام ردي بهاليتامى يا وديعة. تدرون بيا يا ويلي ما استحمل عتابك وانا جثة جثة بلا جفوف مفضوخ راسي وجسمي مبضع مبضع بالسيوف غصب علي يسلموك وعيني وعيني تشوف وغصب علي بالمخيم تسعر النار. نادت أقلب طرفي لا إلى حمي ولا حما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه
اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والظفار، وفرج به عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقضي حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، من على مرضانا بثوب الصحة والعافية. اللهم نفس عن المهمومين وعن المكروبين، وفك قيد الأسرى والمعتقلين والمحكومين، وخلصهم يا رب العالمين. اللهم رد الغرباء إلى أوطانهم سالمين غانمين. احفظ مقدساتنا وحسينياتنا ومساجدنا من خطر التكفيريين، من اجتمعنا لأجلها وسببها الفقيدة السعيدة. اللهم جافي الأرض عن جنبيها، أصعد بروحها إليك، ما أتتك به من عمل صالح فتقبله منها وضاعفه لها، وما أتتك به من عمل سيء فتجاوز اللهم عنا وعنها واغفر لها ولنا، واحشرها مع من كانت تتولاه من النبي والأئمة الطيبين الطاهرين، واخلف على عقبها في الغابرين، وعندك نحتسبها يا رب العالمين. إلى روحها وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.